هكذا حولت كورونا اليوم الدراسي الحميم لأطفال العراق إلى إجراءات تباعد احترازي لم تعتد عليه طفولتهم، ولم يألفوا باحة مدرستهم فارغة من ضجيج لعبهم. جميعهم أكدوا لنا أنه شتان بين يوم دراسي في المدرسة قرب معلميهم وتعليم عن بعد لا يقتربون فيه من فصولهم. لأن يعني هسه من تقفت بالبيت مو مثل هنا من تقرا، يعني المعلمين يقروك وهاي. بهاي الحالة هسه مال كورونا كنا قبل كانوا المعلمين من يشرحونا أحسن، هسه صار الاعتماد قليل على المعلم، وهسه صار الاعتماد على الأهل وعلى المعلم. في بغداد أصبحت أبواب المدارس لا تفتح إلا أيام الامتحانات فقط ولثلاث ساعات، وسط إجراءات لم يعتادوها وكشوف عند الاشتباه تجرى بحثا عن فيروس أقام الدنيا ولم يقعدها بعد. إحنا كنا نطلع فرق للمدرسة من الصبح قبل ما هم يجون الطلاب، بعدين يعني من يجون نبدي ناخذ إجراءات، نقيس درجة حرارة، نزع كمامات اللي مثلا محتاج، نعقم إيديهم الكحول، بعدين يدخلون للصفوف. هاي يعني يومية يطلعون من عندنا من المركز الصحي للمدرسة. الصحة المدرسية إحنا همينا عندنا بكل مركز همينا لها دور بهذا الشأن، انه يوعوهم هاي الكمامات تلبسوها، الاختلاط، تباعد، ما يصير واحد ياكل من الثاني، يعني قدر الامكان يساعدوهم. وحتى مع عدم معرفة هؤلاء الاطفال متى ستعود حياتهم المدرسية لطبيعتها، تبقى هذه السويعات ما ينتظرونه كل اسبوع ليتذكروا كيف كانت الحياة داخل اسوار مدارسهم قبل زمن الكورونا. تسابيح مبارك، الحدث، بغداد.